الرشاقة هو حلم ناس كتير جدا، وللأسف انه بيبصوا له بس على انه هدف قصير الأمد، ان احنا نوصل لوزن مثالي عشان عندي مناسبة، عشان الصيف داخل، عشان لازم ألبس الفستان ده، مش عايز ارميه، حاجات كده، لكن مش اسلوب حياة ومش بنتبع الطرق الصحية. وزي ما كل حاجة موضة، النظم الغذائية كمان بقت موضة، والسوشيال ميديا خلت ناس كتير جدا تظهر سواء متخصصين او غير متخصصين، وابتدوا يقترحوا علينا أنظمة أكل ورجيمات. منها مثلا أنا لسه سامع عن حاجة اسمها رجيم المية، نقعد 7 أيام نشرب مية بس، وأشكال جديدة جدا من النظم الغذائية والوصفات الكتيرة، لو ضربتي معرفش إيه في الخلاط هيضيع الكرش في 3 أيام، وحاجات كده يعني غير واقعية. حتى في كمان نظم خرجت علينا الفترة الأخيرة غير الصيام المتقطع اللي بقالنا فترة عارفين عنه، خرج منه حاجة متطورة أكتر اسمها OMAD أو أوماد، ومن الكيتو خرج حاجة اسمها قرطاي نسبة لطبيبة تركية طورت برضو شوية في الكيتو. طيب نعرف الغث من السمين ازاي، الصح والوحش ازاي، وناخد المعلومة من مين، وإيه كل الأسامي دي؟ دكتور رامي صلاح استشاري التغذية العلاجية هيفند لنا الموضوع، يجيب لنا من الاخر. نسمع كلام مين يا دكتور وننسى كلام مين؟ قول لنا ايه فعلا الدايت او النظام اللي نمشي عليه. خلينا الاول بس نحدد كام نقطه كده مهمه جدا للناس. فكره العنوان الرئيسي للبرنامج الغذائي هو بيستهدف فئه معينه من الناس، يعني ما ينفعش اجي اقول كل الناس هتعمل صيام متقطع او كل الناس هتعمل اوماد او كل الناس هتعمل قرطاي او الكيتو دايت او تمام. الانظمه الغذائيه معموله عشان تعالج مشكله معينه وليست مشكله السمنه فقط، يعني هي الناس بس بتختصر القصه ان انا لو ما اجرب قرطاي لو ما ينفعش هجرب الاوماد، لو ما ينفعش هجرب الكيتو دايت، بيبدا يشتغل مع جسمه بصوره عشوائيه وهو ما يعرفش ان هو بيبوظ السيستم او بيبوظ النظام بصوره كبيره جدا بمجرد ان هو بيحاول انه يجرب الانظمه دي. نظام الكيتو دايت باختصار شديد النظام ده اتوجد عشان يعالج مشاكل معينه، وجد انه بيقدم دور كبير جدا للناس اللي عندها مشاكل في وظائف المخ، الناس اللي عندها بؤر صرعيه، الناس اللي عندها تكيس مبايض، السيدات اللي الموضوع من النوع ده. يعني اذا اختيار النظام اللي انا هتبعه له علاقه بحالتي الصحيه انا بالظبط كده. لكن هو طبعا الكيتو دايت لما بدا الموضوع يتطور علميا وبداوا يلاقوا السبب ان الاجسام الكيتونيه دي بتكسر دهون بصوره كبيره جدا، فلقوا ان الناس بتنزل في الوزن بكميات كبيره جدا في وقت قليل. هو خلاص هو وصل للهدف اللي عايز يوصله للشخص، ان هو انت عايز تنزل عدد كيلوات فقط لا غير. ويبقى بقى الناحيه الصحيه او ناحيه الفحوصات هي دي المشكله اللي بيقابلها، هي دي فكره دكتور التغذيه. ودكتور التغذيه الفكره في الدايت مش الصبح انك هتاكل ربع رغيف مش الورقه المطبوعه دي بالظبط. ايوه هي الفكره كلها ان كل جسم ليه اليه وليه سيستم محتاج ان هو يشتغل عليها. يبقى العنوان الرئيسي في نزول الوزن عشان تبقى الحلقه مركزين على نقطه معينه، انك تخس دهون، انك تنزل دهون، مش انك تطلع على الميزان كنت 100 بقيت 70، تيجي تبص على تفاصيل الميزان تلاقي نفسك الكتله العضليه حصل فيها خلل، نسبه الميه جوه الجسم حصل فيها خلل، وظائف الفيتامينات والمعادن بدات تتاثر بصوره كبيره جدا في مقابل ان انت كنت 100 بقيت 70. بمجرد رجوعك للسلوكيات الغلط هترجع من ال 70 لل 100 وممكن يبقى اكتر. عشان كده بنقول اسلوب حياه. بص بقى انا عايزه اسالك حاجه بقى، لازم في خطوط عريضه يعني تقول لي قبل ما ندخل في تفاصيل، انما في خطوط عريضه تاكل سلطه مش عارف يعني ايه هي الخطوط العريضه اللي ايا كانت مشكلتي العضويه لازم اتبعها في الرجيم. زمان او التغذيه العلاجيه العلم كان زمان بيعتمد على فكره السعرات فقط لا غير، اللي هو انت بتاكل حاجات قليله السعرات فده بيبدا يخليك تخس، زي ما قلت حضرتك في المقدمه نشرب ميه فدي حاجه زيرو سعرات فانت هتخس، ناكل سلطه فدي حاجه بتملى البطن هضمها بيتم على مسافه بعيده من الوقت الزمني فانت بتحس بشبع. النقط دي بدا العلم مع تطوره بدا يغيرها بصوره كبيره جدا. اللي هقول لك عليه دلوقتي هو لو كل الناس اتبعته صحتها هتتغير. رقم واحد لازم تحب نفسك، لازم تحب شكلك اللي انت عايز توصل له. دايما الهدف بتاعنا كل ما كان المسافه ابعد كل ما كان نتيجه وصولك ليها هتبقى اسهل، ورجوعك للوزن او الوزن اللي انت خسرته في المرحله دي صعب، وجسمك هيبدا يحب الوضع الجديد. ففكره انك تحب نفسك ده رقم واحد، ما تزنقش نفسك في مناسبه، ما تزنقش نفسك في نزلت تشتري لبس فاتصدمت بارض الواقع، لا ادي نفسك مهله زمنيه توصل لسنه كامله عشان حجم التوقعات كل ما بيعلى كل ما اللود النفسي بيزيد عليك، يعني تتوقع هخس 10 كيلو في الشهر تيجي تلاقيهم 5 6 كيلو مثلا،
فتبدا تحبط ويبدا الموضوع يخش. لا دايما حط لنفسك توقع بسيط، اوصل للتوقع، اخلق لنفسك حافز جديد، توقع جديد. الناحيه النفسيه دي بتختصر لي اكتر من 30 ل 40% من نجاح تجربه نزول الوزن. ده رقم واحد. رقم اتنين، شروط اساسيه لازم تتبعها هتبدا تلاقي نفسك بتنزل في الوزن. تبدا بالنوم. رقم واحد لازم تنام، والنوم هنا مش معناته ان سيادتك تنام من 9 12 بالليل ل 8 الصبح 8 ساعات فقط، لا، انك تدور على انك ازاي تخش النوم العميق الديب سليب. الديب سليب ده بيبقى تقريبا في المتوسط من ساعتين لثلاثه ان شاء الله. في ناس بتنام 12 ساعه وبتقوم النوم تعبانه ومرهقه وهو نايم. لا، الديب سليب ده معناته ان مخك دخل في مرحله ارتياح تماما تماما. كونك انك تنجح تخلي جسمك، على فكره دي محتاجه حلقه لوحدها، انك تخلي مخك يخش في الديب سليب هيخلي ده مهم جدا تقوله لنا جدا. يخليك انك تخش في انك تنزل في الوزن. الديب سليب باختصار شديد جدا هو لو انت ما بتخشوش فده معناته ان انت عندك خلل في المعادن كتيره جدا اهمها المغنيسيوم. فانت لازم تدور على مصدر للمغنيسيوم زي البطاطا و و و او لو عندك مشكله فبتاخدها من مكمل غذائي. رقم اتنين، انك ازاي تفضي وتنظف القولون بتاعك، ازاي تاكل الاكل اللي بينظف القولون، ازاي تشرب مشروبات بتنظف القولون. ده بيساعد جسمك ان يخش الديب سليب بصوره كبيره جدا. رقم ثلاثة، المؤثرات الخارجيه. الناس اللي هي بتلاقي بتنام في حته فيها دوشه، بينام في قدام التلفزيون، قدام التلفزيون، المؤثرات دي كلها، او يمسك التليفون ويفضل لغايه لما عينيه تتعب وينام ويبدا يحصل مشكله كبيره جدا. تشرفنا بمعرفه حضرتك. تمارس كل العادات الخاطئه. حاجات بسيطه جدا، انت لو طلعت عن التليفون قبل ما تنام بساعتين فده هيديك فرصه انك تخش الديب سليب. الديب سليب لو دخلناه او النوم العميق ده على فكره 30% كمان من نجاح تجربه نزول وزنك هتقدر توصل لها. بعد كده شرب الميه بكميات كبيره، يوصل من 2 ل 3 لتر. هيقولوا لك احنا هندخل الحمام بالليل كتير وده هيقطع نومنا. لا، انت تشرب من على مدار اليوم. لو شربت كميه ميه كبيره جدا في وقت قليل انت ما بتستفدش، انت بتخش الحمام بعديها بربع ساعه نص ساعه تفضي كل الميه اللي شربتها. شرب الميه بيبقى على مدار اليوم كاملا، تقتص منه بس عدد ساعات النوم الثمان ساعات وبقيه اليوم بتشرب بمعدل مثلا نص كوبايه كل نص ساعه. لو مش تشرب ميه انت بتشرب مشروبات مثلا زي اليانسون زي القهوه زي بس طبعا بنحب دايما نبعد عن الكافيين كمصدر للميه لان الكافيين مضر للبول. فانت هتشرب شويه ميه مع القهوه هتخش الحمام تنزلهم زياده وزياده وزياده. خلاص، يبقى الجيبس النوم العميق، احب نفسك الاول، احب نفسك، النوم العميق، شرب الميه. شرب الميه دي تالت، شرب الميه ده عنوان رئيسي ومهم جدا. وعلى فكره هنفضل نقول في الشتاء كمان الناس ما بتشربش كفايه، ده للاسف الناس بتنسى. فكر جسمك، لان في بعض المشاكل احنا عندنا في الجوع سبع انواع، في من ضمنهم نوع مرتبط بشرب الميه، بمعنى ان جسمك بيطلب اكل، هو جعان وانت تروح تاكل، انا لسه ما زلت جعان فعايز اكل. لا، هو جسمك مش عايز اكل، هو جسمك محتاج ميه. فمجرد بتترجم دي تلاقي ناس بتروح تشرب كوبايه ميه تقول لك يا دكتور انا شبعت، ده كوبايه الميه مالت بطني. ما حصلش، ده الميه ما مالتش بطنك، كنت عطشان مش جعان، سيادتك كنت محتاج للاتش 2 او دخلك في صوره الميه فانت شبعت. نفس الفكره في نقص الفيتامينات والمعادن. لما بتلاقي نفسك جعان بسرعه شويه في اوقات عشوائيه اعرف ان جسمك مثلا عنده نقص فيتامين د، فهيرخم عليك لغايه لما تدي له مصدر للفيتامين. نسبه كبيره من المصريين عندهم مشكله دي بالزبط. فيتامين د، مع انه احنا بلاد الشمس، الحاجات انك اقعد شويه في الشمس بنتعرض للشمس في وقت غلط. المشكله مش فكره كمان وقت غلط، الفيتامين ده المخزون بيتخزن جوه الجسم. فانت ممكن تتعرض للشمس بتاخد احتياجك اليومي ولكن يبقى المخزون بقى خل. وحتى لما باخد كالسيوم بالفيتامين ده برضه ما بيعملش كفايه، لازم تعمل فحص الاول عشان اطمن على الرقم بتاعك، على اساسه احدد هل انت هتاخد 5000 وحده دوليه ولا 10000 ولا هتوصل لغايه 200000 وحده دوليه. يا خبر طبعا. بناء على الرقم بتاعك، فيتامين د على فكره الناس بتختصره في العظم فقط لا غير، ده العضلات، المود، تساقط الشعر، البشره، ونزول الوزن بصوره كبيره جدا. فعشان ده واحد من اهم الفحوصات اللي احنا بنطلبها في بدايه تجربه التغذيه العلاجيه، يعمل فحص لفيتامين د بالتحديد. فيتامين د ومخزون الحديد دايما دول اكتر حاجتين خاصه للسيدات في مراحل عمريه معينه. صحيح. بتتاثر بصوره كبيره. ايه هي المراحل العمريه المعينه، الكبار ولا الصغيرين؟ لا، اللي هي بعد فتره انقطاع التمس بيحصل خلل كبير جدا في الفيتامينات والمعادن، اهمهم مخزون الحديد وفيتامين د، وبالتبعيه بيحصل خلل في الكالسيوم. يعني ده لو اتظبط، لا بس انا عايز اسال، لو ده اتظبط يبقى اسهل لي لو اتبعت نظام غذائي معين؟ بالظبط. انت لو ده لو احنا مشينا بالترتيب كده وجينا اتبعنا النظام هيبقى الموضوع بسيط وسهل جدا وهتقدر توصل. حب نفسك، النوم العميق، الميه وبعدين
التحليل بقى المخزون، الفحوصات والالتزام بالحاجات اللي بتبدا تخدم على صحه جسمتك جسمك سوري بالتفاصيل الكتيره. نيجي بعد كده للبرنامج الغذائي الخطه العلاجيه نمره 5. ما هو انا المفروض في مقابله، لان في اوقات بتبقى قصه المريض قصه نفسيه بحته، يعني انت بتتعامل معاه بمنتهى البساطه ويطلع المشكله كلها انه علاقته بالاكل مخرج من اذى نفسي بيمر بيه او فرحه الناس بيفرح قوي او تزعل قوي يلجأوا للاكل او الاكل اللي له علاقه بالمشاعر فبيخليك تاكل، مجرد حلها بيبقى الدنيا بسيطه، فبيخرج الراجل من المأساة دي بيبدا يخش. آلية الحرق جوه جسم الانسان، عشان انا سمعت في المقدمه برضه حاجه ليها في القصه دي، مرتبطه ببساطه شديده هرمونات وعضلات. هرموناتك منظمه هتخس، عضلاتك كويسه هتخس، الاثنين مفيش واحد يستعين، يعني ما يجيش واحد مثلا عنده مشاكل في الاكل يقول لي انا نازل الجيم، والله لو قعدت 100 سنه في الجيم لا انت هتخس ولا عضلاتك هتستفيد. نفس الفكره لشخص عنده خلل في الهرمونات، مثلا شخص مدخن، سيده مثلا مهمله في صحتها الغذائيه، مهمله في طبيعه حياتها، فبيحصل خلل في هرمونات كتيره جدا منها هرمونات البناء والهدم، فبيبدا يحصل مشكله في نزول الوزن. كل دي بيديني الاطار الرئيسي للخطه العلاجيه بتاعه نزول الوزن. هنا بقى بتبدا تظهر، احنا عندنا اكتر من 140 برنامج، مش اوماد وقرطاي بس، ده هو اوماد وقرطاي دول اللي بدا يظهروا على الساحه. الصيام المتقطع ليه انظمه كتيره جدا، منها 16 ساعه صيام 8 ساعات اكل، ده اللي مشهور ومعروف للناس، احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عليه النهارده. بس التطور وصل للاوماد، الاوماد اللي هو 1 ميل، وجبه واحده في اليوم على مدار ال 24 ساعه بتاخد وجبه واحده متكامله. هل اقدر اقول ان الاوماد ده ينفع لكل الناس؟ لا. اكيد لا. هل اقدر اقول الاوماد ده مضر؟ برضه لا. الاوماد ده ممكن يبقى مرحله جوه تجربه التغذيه العلاجيه، يعني انت ماشي مثلا صيام متقطع بقالك شهرين ثلاثه، فممكن تاخد الاوماد ده لمده اسبوع يكسر لك الثبات، انت خلاص بقيت قادر تسيطر على الجوع، قادر تسيطر. ايه الاوماد ده اللي هو وجبه واحده؟ وان ميل. يعني ولا افطار ولا في مثلا في وقت معين ولا؟ لا ملهاش علاقه، انت بتشوف الوقت المناسب اللي تقدر تاخد فيه الوجبه المتكامله، غالبا بتبقى وجبه الغداء هي الاكبر. يعني ايه وجبه متكامله؟ وجبه متكامله لو احنا هنختصر الموضوع، هنجيب الطبق نقسمه نصين، نص الطبق خضار والنص الثاني هنقسمه ربعين، ربع غني بالنشويات وربع بروتين، هو ده الطبق او دي الوجبه اللي نقدر نقول عليها وجبه كامله، عشان كده دايما الناس لا انا هسيب العيش. فكره الاوماد ده سهل، هو سهل جدا وكويس جدا وبيجيب نتائج كويسه جدا. وبعدين وقت اليوم بقى فيه مشروبات ميه بدون سكر وبدون لبن، تشرب اي لبن. منتج بدون سكر وبدون لبن، نسكافيه بقى والحاجات دي. اللبن ده مهم جدا. اوكي هو طيب. مهم طبعا، بس هي الفكره كلها ان انت جوه بوتقه نزول لبن الوزن. ده يعني جبن كمان وزبادي وكله لاكتوز السكر. ده جميل، صعب ده قوي. جميل صعب قوي ان الواحد يمنع كل ده. اوكي لا 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 اكل يعني مش مهم قوي، انما حلو حلو تقسمي الطبق، بس الطبق بتاعي هيبقى قد كده، بس الطبق مش سيرفيس، طبق سيرفيس طبق صغير ده بيبقى. وبناء على المكونات بتاعته بتختلف من شخص لشخص ومن صحه لصحه ومن سن لسن وحاجات كتيره جدا، عشان تقدر تقول ان الاوماد ده يقدر يناسب فئه معينه من الناس. نفس فكره قرطاي، القرطاي هو تطور من فكره الكيتو، بس الكيتو طبعا لما وجدوا ان الشراسه بتاعته في كميه الدهون العاليه جدا اللي بتاخدها توصل من 75% ل 90% من نظامك الغذائي دهون، فوجدوا ان قرطاي بيحصل تمحور اكتر وبيدي مساحه اكتر للبروتين، ويبقى الاثنين مرحله زمنيه. لا بص بقى، يعني على فكره عايزين نمسكه مره حاجه حاجه، أنا لانه مهم قوي الناس، وخصوصا في الشتاء الناس بتتخن عاده، يعني مع ان الشتاء فرصه عظيمه لنزول وزن، مش كده؟ يبقى حاجه حاجه علشان ما نبقاش بنعمل نظام كروته في الشغل. سامعاني يا شيرين؟ لا انا ما اتمنى تكون مش ورا الحاجات دي، ما عندهاش مشكله. لا لا عندي، لان الواحد بعد شويه حرقه ممكن يقف يتلخبط، فمفهوم. يلا شكرا. احنا بنشكر حضرتك دكتور رامي صلاح استشاري التغذيه العلاجيه على المعلومات المهمه. النظام الغذائي رقم 5، حب نفسك، النوم، الميه، الفحوصات للفيتامينات والمعادن، ونمره 5 النظام الغذائي، واكيد الحركه مهمه جدا، الحركه بركه.